مساء الخير مشاهدينا في مختلف أرجاء الوطن العربي، منرحب فيكم في حلقة جديدة من بيت للكل من ماسبيرو القاهرة. هاي الحلقة إن شاء الله رح تكون حلقة غنائية مميزة ومختلفة، مجموعة من الشباب المصري بأصوات ودرجات مختلفة جمعتهم الموهبة من خلال فرقة. هذه الفرقة هي فرقة أكابيلا المصرية، فمنرحب فيكم في بيت للكل. واسمحوا لنا ايضا مشاهدينا انه ارحب في زملائي طبعا احمد وشافكي وسلام. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا لانا. مساء الخير. مساء الخير شافكي. مساء الخير سلام. صحيح. طبعا اليوم الموضوع يجنن، خاصه في نحكي عن الأكابيلا. اكيد لا تقول بالنسبه لكم كلكم حيث الشعر والغناء والطرب. طبعا انتم كلكم تحبون الطرب والغناء والشعر طبعا، يعني طبعاً. مو بس ثاني حتى نحاز لهذه المنطقة. وحقيقة يمكن اليوم الحلقة حتى على المشاهدين خفيفة، راح يستمتعون، وخاصة ذكرتي بأن فرقة أكابيلا المصرية هذه الفرقة تدريباتها غير صحيح. يعني البعض معتادين بأن يشوفون الفرقة والجوقات الموسيقية تقدم بآلات موسيقية، اليوم صحيح. حيشوفون الإنسان بجهده الذاتي يقلل صوت الآلة، ممكن يقلل صوت الكمان والناي والجيتار والبيانو، فمن يطاوع الإنسان صوته وبتدريبات معينة وبعدد كبير يكون 40 شخص أو أكثر، موضوع جدا صعب. حاولت أني بما أنه أنا شوية بمجال الموسيقى حاولت أقلد هذا الشيء، جدا ما نجحت فيه، رادة تدريبات عالية. فكرة يا أحمد، فكرة أنه صوت الإنسان قد يسبق الآلات يعني، ودي حقيقة. الإنسان لما توجد على جزر وعاش على جزر قدر يعمل صوته الناي صح، وقدر يعني فكرة حتى المناداة أنك تنادي أو أنك تقللي صوتك أو تطلعيه، فأعتقد ده من نفس الأفكار إنه تقدر أنت بصوتك يعني تكون أنت الآلة الموسيقية. هو أصلاً أي لحن لأي أغنية هو بيبدأ من الملحن بصوته بحنجرته صحيح. بيختار كيف النغمة تكون، تكون بيس، تكون سوبرانو، وهذا بالتحديد نوع الغناء اللي بيقدموه هاي الفرقة، ومن الشباب والشابات بالبيس بالصوت الرجالي والسوبرانو اللي هو خلينا الصوت نختبرك. العالي الطبقة أنا وشافكي لأن نطيك صوت آلات والتقلد بالضبط. هي الطبلة والكونترا باس هو يعني أنا مصرية وموجودة هنا، بس لأنه الفرقة حديثة يعني والفن موجود في أوروبا، فأنا كمان يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي لما ظهرت الفرقة، اللي هو مين فين وإيه كل، وهتلاقوا أعداد كتيرة وأصوات كتيرة، يعني أنا كمان ببقى منبهرة يعني لسه بيبهرونا في مصر بأفكار وحاجات حلوة. وأكتر حاجة عارفين هتعجبكم إيه؟ هي كمية الشباب. أنا بحب طاقة الشباب، فهنشوف الحقيقة طاقة من الشباب، الكل بيغني وهتحسوا هما بيغنوا ان انتوا عايزين تقوموا تغنوا معاهم بالظبط، وساعتها هنصدق ان اصواتنا حلوه على فكره. الصوت مو كلش جيد يضيع الاصوات عددها يكون كبير، عشان يمكن من خلال هذه التجربه اريد، بحيث يعني انا سعيد بان انقل هذه التجربه للعراق. عندنا فرق، عندنا اصوات شابه جميله، بس هذه التجربه يعني مصر كانت بها رياده بعد اوروبا بقضيه الاكابيلا مصريه، حقيقه نتاج مهم اتمنى بان نشوفها بالعراق وبالاردن وفلسطين طبعاً. تمام، بس لو حتنقلها العراق نكون معاك عشان طبعا كلكم تتنورون، هو بلدكم انا بدون دعوه. ان شاء الله يدوم العراق بسلام. يعني انا عم يعني الفرقه بتفرج على كيف عم بيعملوا البروفات. هلا طبقات الصوت يمكن احنا كمذيعين بنعرف يعني وقدره في هذا الموضوع، لانه في طبقات للصوت وفي تون وفي الصوت، يعني زي انت بتعزف عود فبتعرف شو يعني اوتار العود والغليظ والرفيع، فشبهتهم انا زي كانه في مدرج بيجي بلش فيه سلم موسيقي بالضبط، فبناء على هيك هم بيتوزعوا. اكيد انا عموما سعيده جدا ان احنا بننقل التجربه دي من هنا من بيت للكل، بننقلها لكل شاشاتنا العربيه ويشوفوها مشاهدينا في فلسطين والاردن والعراق ومصر. ايه رايكم نبدا ونشوف الفرقه ونرجع نكمل كلامنا في بيت للكل؟ النوس ما يهمنا الشلال،
هندوس هندوسة ما يهمناش كلامها الناس ولا الفلوسة وديناه عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وديناه عايشين مسطورة ومبسوطين وديناه مش خايفين المهم احنا سوا هندوسة ما يهمناش كلامها الناس ولا الفلوسة وديناه عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وديناه عايشين مسطورة ومبسوطين وديناه مش خايفين المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بيدينا رجع زمان ايه يعني هنعيشها تاني ونتعب شوية كمان هنعيش لو فيها او ما فيش ايامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عايشة وحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضو بايدينا فيها ايه لو جت علينا المهم احنا سوا هنعيش لو فيها او ما فيش ايامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عايشة وحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضو بايدينا فيها ايه لو جت علينا المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بايدينا نرجع زمان ايه يعني هنعيشها تاني ونتعب شوية كمان زي ما حكينا مشاهدينا حلقتنا لليوم من بيت للكل هي حلقة مميزة ومختلفة عن باقي أنواع الغناء مجموعة من الشباب المصري الذي لديه مواهب متعددة لكن موهبته في هذا النوع من الغناء جعلتهم يتجمعوا مع بعضهم حتى يشكلوا فرقة هذه الفرقة هي فرقة غنائية فرقة أكابيلا المصرية سمعنا عن هاي الفرقة لكن شو تفاصيلها كيف تجمعوا وما هو هذا النوع بالتحديد من الغناء كيف تجمعوا جمعهم أيضا الدكتور المايسترو للفرقة مازن دراز أهلا وسهلا فيك أهلا بحضرتك مساء الخير دكتور منورنا في برنامج بيت الكل حقيقة سعداء بهذه الوجوه الشابة الجميلة من خلال هذه الفرقة دكتور اللي نتسأل في بعض الأحيان حتى اللي يسوي مؤلف معين يختار العنوان حتى يجذب المتلقي والمشاهد أو القارئ اليوم من خلال هذه الفرقة اختاريت اسم أكابيلا مصرية ليش اختيار هذا العنوان بالذات؟ الموضوع جاي من أني كنت عايز أقدم فريق بيقدم الغنى بشكل الأكابيلا والأكابيلا باختصار أن الأصوات البشرية هي اللي بتقوم بدور الآلات الموسيقية فكنت عايز أقدم فريق بيقدم الغنى بهذا الشكل من خلال أغاني مصرية فعشان كده جت الاسم من هنا أكابيلا مصرية مايسترو دراز كيف تكونت هاي الفرقة احكي لنا شوي أكتر عن عمرها كمان وكيف انسجمتوا وتنغمتوا مع بعض هو الحقيقة إحنا الفرقة ميلادها كان قريب من حوالي 7 شهور كنا في أواخر شهر 9 يعني انطلقت الفرقة في التاريخ ده في التوقيت ده الموضوع جه من أني كنت بدرب السنين اللي فاتت منتخب الموسيقى والكورال لكذا جامعة يعني جامعة القاهرة والأكاديمية الفنون والحمد لله كنا بناخد دايما المراكز الأولى على مستوى الجمهورية عرفت في السنوات اللي فاتت أصوات كتير كتير حلوة يعني كتير في العدد وكتير في حلاوتها يعني قد إيه موهوبة أصوات تستحق إن هم ياخدوا فرصهم فطبعا على مدار الفترة اللي فاتت اتكونت كتير لي علاقات بشباب كتير قوي صوتهم حلو ولاد وبنات ومع الوقت تخمرت جوايا فكرة الأكابيلا وليه ما نستغلش الأصوات الحلوة دي كلها الفهمة والدرسة إن احنا نقدم بيهم هذا الشكل الأكاديمي الصعب بس ومن هنا اتولدت الفرقة يعني طيب أنا سؤالي أولا يعني ما شاء الله الفرقة جميلة مشرقة كمان بالشباب يعني الغنى وشباب فالفكرة حلوة لكن ده خلينا نعرف الناس إيه هي الأكابيلا يعني ادينا أمثلة يعني موجودة أنا عارفة إنه طبعا موسيقار الكبير محمد فوزي عنده أغنية من الأغاني وهو مميز بيها جدا تمام. طمني كلمني طمني والأصوات فادينا هي إيه بالظبط يعني عشان الناس برضو تبقى قريبة منها طيب هي الأكابيلا باختصار إن الغنى بيقدم من خلال الأصوات البشرية
الأصوات البشرية هي اللي بتقوم بدور الآلات الموسيقية. ده باختصار شديد جدا. طبعا أول من قام يعني بالتجربة الجريئة دي وقتها كان الفنان طبعا الكبير العظيم محمد فوزي، كان سنة 56. طبعا الكلام ده في الخمسينات كان زمان جدا، الفكرة سابقة عصرها سنين كتير قوي. فهو قدم أول واحد أقدم على الموضوع ده. بمرور الوقت في محاولات كتير لأن ناس كتير قدمت أكابيلا وقدمت الفكرة من خلال فرقة من خلال مجموعة. فجت من هنا فكرة إن يبقى معايا فريق بيقدم كل الغناء أكابيلا ويقوم بحفلات بشكل الأكابيلا وكده. بس فهي جت من هنا. بدايتها كانت طبعا سنة 56 مع الفنان محمد فوزي. مايسترو، أكيد إحنا طمعانين نسمع أكتر من هاي الفرقة لأنه أصوات رائعة بأداء جميل ورائع وخيالي، يمكن لأنه إحنا شفنا كيف الطبقات الصوت وكيف كمان هم بيمثلوا كمان دور الموسيقى، يعني بيقوموا في الغناء وفي الموسيقى نفسهم بأصواتها. مزبوط. فخلينا نسمع مع بعض أكابيلا. حاضر. Dum 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 مازن. الآن أكيد في معايير معينة وصفات معينة يمكن في طبقات الصوت حتى يتم اختيار الشخص حتى يغني في فرقة أكابيلا، لأنه هذا يختلف عن باقي أنواع الغناء الأخرى، لأنه أحياناً قد يكون جماعي زي ما إحنا شفنا، وأحياناً قد يكون سولو لحاله، يعني الفرد لحاله هو اللي بيطلع بغني. فخلينا نحكي عن المعايير، كيف بتختار الشاب أو الفتاة حتى يكون من فريق أكابيلا؟ طيب، هو أولاً طبعاً لازم الصوت يكون سليم والودن سليمة جداً. يعني في أصوات حلوة بتحتاج شغل شوية، محتاج تمرين أكتر، محتاج شغل أكتر، وفي أصوات الدراسة أثقلتها، وفي أصوات الموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. تبقى عظيمة جداً. فعلى هذه الشكلة بقى في قدامي أصوات كتير حلوة، صوت سليم جدا وودن سليمة جدا أقدر أشتغل بيه. طبعا تقسيم الفريق هو تقسيم أكاديمي جدا، تبع تقسيم الأصوات للرجال وللنساء. يعني مثلا أصوات الرجال طبقتها أو المراحل بتاعتها عندي الباس والباريتون والتينور، وكذلك في الأصوات النساء عندنا الألتو والسوبرانو والميتو سوبرانو. فالأصوات في الأكابيلا مقسمة بهذا الشكل، ألتو ألتو وسوبرانو وميتو سوبرانو وباريتون وتينور. ده تقسيم فريق الأكابيلا الحالي
اللي بنشتغل من خلاله. طبعا انت بتحكي مصطلحات في علم الاصوات. مظبوط. ده تقسيم الاصوات للرجال والنساء من الغلظ الى الحده. ايوه. وكذلك للنساء من الغلظ الى الحده. فمن هنا جه تقسيم الفريق ان هو مقسم بهذا الشكل. بحيث ان كل خط من كل قسم من الاقسام دي بيقول خط من الخطوط الهرمونيه. وبهذا الشكل بيقوموا مكونين اللي احنا سامعينه ده شكل الانسجام. اه بالظبط. لازم طبعا يكون في ما هنا الودن لازم تكون سليمه لان انا بقول خط وفي جنبي حوالي 3 4 او 5 خطوط شغاله جنبي، فلازم انا اكون صوتي كويس وداني كويس عشان اقدر احافظ على التون بتاعي واقدر انسجم واتجانس مع بقيه الخطوط. دكتور، هذا اللي تتحدث به حقيقه جميل. يمكن انا من ضمن هواياتي أعزف آلة العود، عندي اطلاع يعني بالموسيقى خاصة بالنغم بالمقامات هذه الأمور بتقسيم الأصوات. اليوم حضرتك تحدثت عن شيء جميل، تقسم أصوات النساء واحد والأصوات الرجالية تختلف طبقاتها. يمكن اللي يتابع هذه الفرقة لأول مرة يقول كيف ممكن تقسيم الشابات والشباب أصواتهم تطاوع تكون آلة موسيقية. يعني مثل ما نعرف الآلات الشرقية تختلف عن الآلات الغربية، ممكن الجيتار يختلف عن الكمان وعن العود وعن الآلات الإيقاعية. تشرح لنا عن قضية توزيعهم أصواتهم كآلات، كيف يكون عمليات التدريب، وهل هناك أغاني لا يصلح بأن فرقة الأكابيلا أن تغنيها؟ هو طبعا زي ما قلنا من شوية أن هم الأصوات متقسمة بحسب طبقاتهم كرجال وكنساء. كل خط بيقول أو كل قسم بيقول الخط اللي يساعده او اللي يساعد المستمع انه يقدر يميز ان ده غنى وده ايقاع. فالخطوط الهرمونيه بشكل كبير بتقوم بدور الايقاع اكتر، اللي هو ممكن يقوم بيه الكيبورد مع البيس جيتار مع اله الريتم او الايقاع. وكذلك الخط المين اللي هو بيقول الغنى الميلودي الرئيسي، وكذلك ايه الخطوط الهرمونيه الاخرى. فكل ده انا بحاول ادمجه ببعضه بحيث ان هو يديني شكل وكاني انا مش محتاج اسمع جنبه الات موسيقيه. قد يحتاج وقت للتدريب؟ طبعا. ساعات؟ لا مش ساعات طبعا، بنحتاج شهور. اشهر بس اقصد باليوم الواحد للتدريب. اه حوالي 3-4 ساعات مثلا. 3-4 ساعات تقريبا في البروفه الواحده. طيب ده هيخليني برضو اسال، لانه يعني هو بحس ان اكافيلا بتجمع ما بين وكاننا مثلا زي اصوات الاوبرا، يعني اللي هي فيها القرار والصوت العالي يعني فانت كانك بتنفذ ولكن من خلال اغاني عربيه. مظبوط. احنا يعني الاغاني العربيه اللي بتغنيها اكابيلا، قول لي مثلا هل بيبقى في تحليل للاغنيه الاول؟ يعني بتتحلل لان الاصوات هي اللي هتقوم بصوت الات كتير وبعدين يتم تنفيذها. هل حصل مره انه حاولتوا مع بعض الاغاني ولم تنجح انها تتغنى بالصوت بطريقه اكابيلا؟ لا ما حصلش. يعني ممكن بشكل، مش عايز اقول اعمم قوي، بس هو كل اغنيه احنا اخترناها احنا نفذناها بشكل اكابيلا ونجحنا الحمد لله فيها جدا ان احنا نظهرها بشكل الاكابيلا. يعني بتختاروا الاول، انت الاول بتبقى حضرتك طبعا بما انك متخصص فانت بتختار الاول انه نوعيه الاغاني دي تنفع وبعدين تنفذوها. صحيح. هل كان نفسك في اغنيه، يعني سؤالي بشكل تاني، انا فاهم، كان نفسك في اغنيه وبعدين قلت يا خساره مش هينفع بقى مع اكابيلا؟ والله دلوقتي ما حصلتش معايا. ما حصلتش. يعني بتطوع. انت بتطوع بالظبط، لان فعلا احنا نقدر نعمل اي اغنيه، نقدر نعمل اكابيلا حتى على فكره لو ما كانش فيها ثراء كبير قوي احنا ممكن نضيف فيها خطوط. اغاني السيده ام كلثوم مثلا. اوكي طبعا. لا نقدر. طيب. نقدر، بس هي بتحتاج طبعا رؤيه. بتحتاج رؤية معاصرة وبتحتاج برضه أصل التراث عندنا في، يعني لازم يكون في أمانة في التوصيل للتراث بالذات. تمام. فأي أغنية في أم كلثوم أو عبد الوهاب أو تراثنا الحلو ده العظيم لازم نوصله ب ب ب تحافظ على بالظبط. بالظبط. فالحكاية فيها شوية مخاطرة. أيوة. فالأغاني اللي إحنا بنقدمها حتى لو حضراتكم إن شاء الله تسمعوها أغاني كلها جديدة. بحيث ان انا الشكل الاكاديمي اللي انا بقدم بيه الاكابيلا مش عايزه المتلقي يحس ان احنا الحكايه اكاديميه قوي وبتاع. لا الحكايه احنا مقدمها بشكل اكاديمي علمي مظبوط، وفي نفس الوقت اغاني الشباب يحبوها وبيقبلوا عليها. نعم مايسترو دراز، يعني اوقاتنا بتحلو معاكم، خلينا نسمع شويه زياده من هالفرقه العظيمه. اوكي باذن الله.
كبر وفي وسط ناس يا ناس سبحان ما زاد حسنه ورسمه ده الناس بيتغنوا باسمه ورد وطرح قبل ما واسمه من غير لا زرع ولا سكايا وفي وسط ناس يا ناس عشان جايبنا على عمايا مشيت وقلبي يا ناس خالي مع ان طوب ماهوش طوبي طالع بكتري ومكتوبي وعشان مسكني ورمى طوبي بشكيه لناس وناس خالي عشان جابنا على عمايا ومشيت وقلبي يا ناس خالي مع ان طوب ماهوش طوبي طالع بكتري ومكتوبي وعشان مسكني ورمى طوبي بشكي لناس وناس خالي عمال يعاني ويكابر ويسف عنده مستقر واني من عيلة وبنت اكابر وسط ناس يا ناس آية حسنة حسن ورسمه ده الناس بيتغنوا باسمه ورد وطرح قبل ما واسمه من غير لا زرع ولا سكايا عمال يعاني ويتكابر خالي يا عيني يا ليل ده اللي قلت
خيالي اللي ناسي روح وقول له حالي قول له لي قلبه قاسي ليه هوني الشوق عالي وروح يا ليل اللي ناسي روح وقول له حالي ايه قول له لي قلبه قاسي ليه هوني الشوق عالي ايام ترميني وسنين بتروح وخياله فعيني مش راضي روح أيام ترميني وسنين بتروح وخياله فعيني مش راضي روح بقى يعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي حيرني هواك وتعبني معاك ما شاء الله رائعين هالفرقة العظيمة ويعطيك ألف عافية ماستر. شكرا. شكرا. نحكي شوي أكثر عن غناء السولو، يعني هاي المهمة أحيانا بتولاها يعني مغني أو مغنية من الشباب والصبايا، بس هذا أحيانا بجوز بيخلق غيرة ما بين الزملاء، يعني بتخيل أنه بيكون كل حدا حابب أنه يبرز موهبته ويكون حاضر على المسرح بشكل السولو. كيف بتنسق هذا الموضوع ما بين المغنيين والمطربين؟ طبعا الفريق كله أصوات جميلة وأصوات قوية، وعلى أساسها الفريق اتبنى يعني. بس أنا بيهمني في المقام الأول هو الغناء الجماعي اللي هو بيبرز فكرة الأكابيلا في حد ذاتها، بس في نفس الوقت أنا ببقى حابب طبعا أن الأصوات دي تاخد فرصة الغناء السولو، وخصوصا هم يستحقوها يعني. فطبعا ممكن يكون في طبعا مش هقول غير يعني حتة تنافس، طبعا تنافس طبيعي. هم كلهم كمان الحمد لله مجموعة متجانسة ومتألفة وأصحاب هم كلهم في بعض. بس يعني ماشية بمبدأ تكافؤ الفرص، يعني المرة دي احنا مثلا ظهرنا بمجموعة ممكن المرة الجاية نظهر بمجموعة أخرى وهكذا، في كل مرة يبقى في فرصة لمجموعة أخرى من الشباب إن هم يظهروا في الغناء السولو. هلأ إحنا بعد ما شاهدنا الفرقة يبدو إنه العدد ما شاء الله كبير، هلأ بدنا نتعرف كم عدد أعضاء الفرقة من الذكور ومن الإناث الشباب، وممكن تتوسع تستوعب إنه يكون في عدد أكبر من هيك؟ هو العدد الحالي للفريق 40. 40. 40. وطبعاً يعني بلشتوا من البداية في 40؟ لا، البداية كانت أقل، كانت أقل، وبعد كده مع الوقت بقينا نستوعب أصوات تانية، وإن شاء الله في الفترة المقبلة هيبقى في أصوات أكتر، لأن في الحمد لله شباب كتير أصوات جميلة جداً عايزين يقدموا في يعني يلتحقوا بالفرقة وكده، فده إن شاء الله هيحصل مع الوقت. عملية الضبط سهلة لهم لهذا الرقم؟ كيف كمايسترو تضبطهم يعني؟ ما على فكرة الفريق الأكابيلا ممكن يبقى 60 و80 وأكتر، وخصوصا ان هو خلاص في سيستم للشغل نفسه محطوط، فخلاص انا مثلا سمعت اصوات كتير حلوه ببقى تصنيف الصوت ده ايه كذا، تينور، باريتون، سوبرانو، التو مثلا، فبيتوظف بيتسكن في مكانه وبنبتدي نشتغل. بالعكس ده بيدي ثراء اكتر لشكل الغنى. مايسترو انا سعيده اولا ان انتوا زي ما انت قلت في البدايه ان انتوا بتقدموا اغاني جديده واغاني حديثه، لانه الفرقه اللي من الشباب دي كمان بيحبوها الشباب يعني بيغنوا معاها. فتجربتك مع اغنيه حمائي ما بلاش، والاغنيه دي جميله اصلا جدا، وحمائي عامل فيها تكنيك كمان حلو في الموسيقى قوي، ازاي انت قدمتها وازاي قدرت مع أكابيلا وبستايل أكابيلا إنها تمشي وتنجح بالطريقة دي؟ والله هي الأغنية حالة خاصة ومختلفة تماماً، وليها عندنا دايماً في
يعني حاله انسانيه بتلمسنا كده من جوه. فهي جت من هنا يعني جت من هنا، ولما سمعتها فحسيت ان ده يطلع منها شكل الاكابيلا جميل جدا ويكون قريب جدا من الـ من الـ من الاغنيه الاصليه بس. فجت من هنا واشتغلناها وطلعت الحمد لله بهذا الشكل. شافك الظاهر احد وصل لها وسمعت الاغنيه من ورانا يعني. انا ما سامعين الاغنيه فاحنا كنا طمع بين وجود الفرقه. مش قاعده بلعب هنا في مصر لا طبعا. فيا ريت يعني ولو ان تعبك اليوم، بس احنا طماعين بسماع الجمال خاصه هذه الاغنيه اللي كنا نحبها كبلدان عربيه ونسمعها بصوتك ويا هاي الفرقه الجميله الشابه. يا ريت. حاضر باذن الله. يلا تفضل دكتور. بام 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 bum 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 la 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 di la 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 pam 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 ma balash tghib anna tani ma balash ya saib aradina ma balash tghib anna tani ma balash pam 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 قول لي مين هيملى في يوم مكانك، قول لي مين يعوضني حنانك، قول لي مين في حزني قول لي مالك، قول لي مين ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش يا سايب أرضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين فحظني ضل مالك، قولي مين الحقيقة ان الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقاء كانوا بايدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش ان ده الحضن الاخير، كنت سيبني لحد اخر لحظة جنبك، سيبنا اقولك قد ايه وازاي بحبك، مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك، واشوفك يوم على خير ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش يا سايب ارضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني قولي مالك، قولي مين بام 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 بام. دكتور طبعا استمتعنا، يسلم صوتك وهذا الاحساس العالي اللي عيشتنا باجواء لامست شغاف القلب مثل ما نقول احنا بالعراق. شكرا. حقيقه اللي سمعناه هي اكثر الاغاني المصريه. نعرف بان احنا الطرب وهذا الفن الكبير مصر الولاده بالكثير من الاسماء على كل الاصعده، صعيد اللحن والنص الغنائي والاصوات التي قدمت الاغنيه. احنا طماعين كعرب نسمع اغنيه ممكن تكون للعراق، لفلسطين، للأردن. أكو تجارب عربية بأداء أغاني غير الأغاني المصرية؟ والله هي في خطتنا يعني. هي في خطتنا أن احنا نقدم أغاني برضو للدول العربية برضو وللدول الأجنبية كمان. يعني هي في خطتنا أن احنا نعمل كده، بس بقدر الإمكان أنا عايز أحافظ
على هويه الكيان، بس طبعا ده ما يمنعش ان انا عايز اقدم ده، وان شاء الله ده هيحصل. ممكن اذا صارت حفله بالعراق او بلدان راح يطلبوا من عندهم اغاني لهذا البلد. تشرف يا ريت ان شاء الله. تشرف طبعا على راسي. بالضبط. هو مايسترو يعني تركيب الحفله كيف بيكون ملائم للمكان اللي بتكونوا موجودين فيه، ملائم لنوعيه الجمهور اللي راح يتلقى هاي الاغاني؟ ممكن تغنوا لاطفال، مجموعه اطفال يكونوا حاضرين، او لا فئه عمريه مختلفه؟ كيف يتم تركيب الاغاني مع مكان الحفله بشكل عام؟ هو طبعا احنا يعني احنا ميلادنا كان قريب يعني من كام شهر، وعملنا الحمد لله كذا حفله، وكان الموضوع فيه شويه يعني شيء مرعب بالنسبه لي ان انا اقدم حفلات بهذا الشكل، لان انا متعود ان انا اقدم حفلات عادي باوركسترا ومزيكا وكورال وسوليستات، يعني ده شيء طبيعي. هو ما كانش طبيعي ان انا اقدم حفله كانت اول حفله بالنسبه لي كانت مرعبه جدا، لان هي قائمه على كده، يعني قائمه على الاكابيلا، على ان الفرقه الحفله كلها من غير اي اله موسيقيه، هتقوم بس بالشباب بس. فالحمد لله ده لما حصل ونجح ده اداني دفعه وشغف اكبر اننا يعني نستمر في الموضوع ونطوره باذن الله. السوشيال ميديا يعني ضروريه وجدا هلا في انتشار اي عمل، يعني سواء كان فني او غير فني طبعا، لكن اكابيلا فعلا يبدو انه السوشيال ميديا اثرت فيها يعني ونجحت من خلالها كمان، وصلت للناس الحمد لله. ضروري السوشيال ميديا في يعني كاداه رئيسيه واساسيه بتستخدموها حتى الناس تعرف اكثر عن اكابيلا، ولا كيف؟ هي السوشيال ميديا بصفه عامه بقت طبعا وسيله انتشار كبيره جدا جدا يعني ومرعبه، واحنا حاولنا يعني احنا بنجتهد يعني الى الان احنا بنجتهد ان احنا نوصل فكرتنا للناس باكبر شكل ممكن من خلال السوشيال ميديا، فده اللي احنا بنجتهد فيه وبنحاول فيه ان شاء الله، ولسه يعني ان شاء الله هنطوره اكتر باذن الله. طيب اكيد احنا واحنا بنتكلم على السوشيال ميديا انت بتقدر تطلع لايف على السوشيال ميديا، تقدر تاخد تعليقات الناس، كانت بتعلق ايه؟ لانه السوشيال ميديا قطاع عريض وبيروح لناس كتيره، ايه اكتر التعليقات؟ كانوا بيطلبوا اغاني مثلا، بيعلقوا على نوع اغاني معين، بيعلقوا على اصوات معينه، تعليقات كانت عامله هو سي. طبعا تعليقات الناس الحمد لله رب العالمين بنسبه كبيره جدا جدا ايجابيه، والحكايه بحسها بتلمسهم يعني ايه اكتر الاغاني اللي نجحت قوي مع السوشيال ميديا؟ ممكن ميدلي اعلانات رمضان. ميدلي اعلانات رمضان يعتبر اكتر حاجه، هي اكتر حاجه تعبنا فيها الحقيقه. اعلانات رمضان يعني اغاني اعلانات رمضان في العشر سنين اللي فاتت ارتبطنا احنا باغاني كتير صح. حلوه جدا، فجت لي الفكره من هنا ان نعمل منها ميدلي بشكل الاكابيلا، ودي كانت حاجه قد ايه يعني مرهقه، بس الحمد لله بس على قد التعب على قد ما الحمد لله لا تجاوب صداها يعني. كان كبير الحمد لله رب العالمين. دكتور من خلال هذا الصدى حقيقه احنا هنا مستمتعين، يمكن دكتور انا سالتك ايش قد عدد الفرقه هسه لو بينا احنا انا وسلام ولنا وشاف كنا انضم لهذه الفرقه ونجرب حظنا وياهم. يمكن اليوم احنا نسال بعد هذا المنجز حقيقه والتدريبات اللي جدا صعبه شفتها والايقاع والانضباط وكل هذه الامور، شنو طموحك بالمستقبل؟ وين تريد توصل بهذه الفرقة؟ شنو الأشياء اللي ممكن تضيفها وتطور من إيقاعها وأدائها؟ هو طبعاً فرق الأكابيلا اللي بهذا الشكل هي موجودة أكتر في أوروبا. أنا حلمي إن فرقة الأكابيلا أو أكابيلا مصرية بالتحديد تبقى من فرق الأكابيلا المعروفة في العالم اللي تقدر تقدم ويبقى ليها عدد أكبر ويبقى ليها صدى أكبر في مصر وبره مصر باذن الله. باذن الله. طبعا دكتور يمكن احنا جدا سعداء استمتعنا بهذه الاجواء المميزه من فرقه اكابيلا مصريه، دورنا نتمنى لكم التوفيق حقيقه على جهدكم اللي جاي تقدموه، وايضا هذا لون غنائي مميز يضيف لمصر بان تجربه رياديه بتكون على مستوى الوطن العربي، بنعرف احنا الفرق الاوروبيه وكانت البدايات الأولى لها فرق الأكابيلا عالميا، فإن شاء الله التوفيق ونشاهدهم بالمستقبل مثل ما أنت تطمح ومثل ما أنت تريد بأن تكون فرقة عالمية إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله ونتمنى نسمع قدود حلبية موشحات، يعني هاي أكيد طبعا حتلائم نغمة الأكابيلا بشكل طبعا. إن شاء الله يحسن. يمكن إحنا إذا كان لنا أمنيات كمان لأكابيلا لأنه نشوف عددها كتير أكبر من هيك،
تكبر وتزداد وتزدهر وتغني أغاني من مختلف لهجات العربية إن شاء الله. كده عايزين استاد يغنوا فيه. يعني. استاد. الأعداد يعني كويس إن حضرتك حافظها أصلاً يعني. شكراً لحضورك المايسترو مازن، أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لجميع أعضاء فرقة أكابيلا. شكراً. إحنا هيك مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا من بيت للكل من ماسبيرو القاهرة، وكانت حلقتنا لليوم حلقة غنائية مميزة من فرقة أكابيلا المصرية. أنا هاخد من كلام لنا وعايزة أنا أعزمكم بما أنكم كنتم منوريني هنا في مصر. نور نور. ففي أغنية المايسترو أنا عارفة أنه أكابيلا بيغنوها بهية. بهية هي مصر، هي عيون مصر. فخلينا معكم نختم بأغنية بهية ونختم اللقاء مع فرقة أكابيلا. نسمع مع بعض. ظلموا البنايه حلو عن بهيه
عينيها ملقاش مودة، ظلم الصبية وراح وقال حلوة انبهية، ظلموا البناية قالوا انبهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا انبهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا على البنية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني مالوا، قالوا ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني مالوا، ظلموا البنية يا عيني وكل